الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبهما اللهم ألف بين قلوبهما اللهم ألف بين قلوبهما وأصلح ذات بينهما وأصلح ذات بينهما وأصلح ذات بينهما اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما اللهم هب لهما اولادا صالحا اللهم هب لهما اولادا صالحا اللهم هب لهما اولادا صالحا ورزقا طيبا حلالا ورزقا طيبا حلالا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين